الفصل الأول. إلى الساعين نحو نطق سليم نقدم هذا النهج. صبحي أبو لغد، أجنحة الغد. غنية هي اللغة العربية بنغمها وإيقاعها، وهي على السمع مريحة جميلة في نطقها السليم. ويقتضي الوفاء أن أقدم هذه الفصول السمعية لعلي أوفر على الكثيرين بعض الجهد الذي عانيت عندما تكشفت لي انحرافات النطق وعيوبه وسعيت إلى المعالجة. ولكم بدا لي ذلك الصوت قبيحا منفرا، ولكم كرهت سماعه، وما زلت أذكر مبلغ الإحباط الذي أصابني عندما عرفت أني أنا صاحب ذلك الصوت. وتملكتني الدهشة حين رشحتني لجنة فحص الأصوات للقراءة من وراء المذياع، وإذ أبديت تعجبي واستنكاري انبرى أحد أعضاء اللجنة الفاحصة ليؤكد لي بأن القبح الذي ظهر في صوتي يكمن في سوء استعمال الصوت وعيوب نطق الحروف، وهي أمور قابلة للعلاج. وهذا النهج الذي أتقدم به إلى أبناء أمتي يمثل خلاصة الإجراءات العملية التي أثبتت فعاليتها وحسن أدائها ضمن الفصول التدريبية التي كنت أقدمها بين فترة وأخرى للراغبين في تقويم نطقهم وإتقان لفظهم، وما أسرع النتائج التي كانت تحققها. لقد راعيت أن تكون فصول هذا النهج بسيطة الأداء، سهلة التداول، معتمدا بصورة عامة على المبادئ الأساسية والقواعد الرئيسية التي تبلغ بنا الغاية، وهذا ما يشعرني بالاغتباط. فإن سهى علي أمر أو بدا أي تقصير، رجوت أن تحث هذه المحاولة أصحاب الخبرة لتعويض النقص بما هو أجدى وأيسر فائدة، والله من وراء القصد. قبل أن ندخل في فصول هذا النهج، يجدر بنا التأكيد أنه بالإضافة إلى ما سيتحقق لنا من وضوح في اللفظ وسهولة في نطق الحروف وجلاء خروجها سلسة لا ضعف فيها ولا غموض، سنجد أنفسنا قادرين على التغلب على الكثير من العيوب، مثل ارتخاء الصوت ورجفانه، ومثل الخنخنة حيث لا يبين الكلام لخروجه من الأنف، ومثل الغمغمة والتأتأة والفأفأة واللعثمة وما ينجم عنها من توتر عصبي عند نطق بعض الحروف، إضافة إلى الرتابة المملة في الحديث وتقصف الكلام وتقطع النفس وما ينتاب الصوت من زعيق تضيق به الأذن. ويجدر التنويه إلى أن هذا النهج سيوصلنا إلى إيقاعات نابضة حية وأنغام مريحة سلسة تجعلنا أقدر على التعبير والإيضاح، وأكثر من هذه وتلك سنجد أننا قد حققنا وحدة متآلفة جميلة في نطق لغتنا الأم، خففت من حدة لكناتنا المحلية وقربت من تباعد لهجاتنا الإقليمية، بحيث تنصهر جميعا في بوتقة واحدة لتسقلها في إطار النطق السليم. تأكيدا لما يعد به هذا النهج، وحتى نلمس جميعا مدى التطور الذي حققناه عندما نستكمل جميع فصوله، أرى أن يقوم كل واحد منا بتسجيل قراءات بصوته على شريط لبعض دقائق تحتوي على مقاطع قصيرة من مواد صحفية إخبارية وأخرى أدبية وعلمية وفكرية وبعض أبيات شعرية. وعلينا أن نذكر تاريخ التسجيل بصوتنا، ومن ثم نحتفظ بالشريط لحين استكمال فصول هذا النهج،
لإجراء المقارنة الحسية بأنفسنا. عند ذلك سيتبين لنا بوضوح ما كنا عليه وما أحرزناه من تقدم نحو نطق سليم. نستهل الفصل الأول بقراءة الحروف الهجائية 28 حسب ترتيبها، ولكن لحظة رجاء، تجدر الإشارة إلى أهمية وضعنا الجسدي أثناء التمرين، وسواء أكنا واقفين أو جالسين علينا أن نتيح لرئتينا حرية العمل، وسنوضح أسباب ذلك في فصل قادم. ولكن لا بأس أن نعود أنفسنا في مطلع كل فصل على إجراء أحد تمارين الرئتين، والأفضل أن يكون ذلك في الهواء الطلق. وإذا كنا في غرفة فعلينا أن نؤمن لرئتينا أثناء التمرين هواء نقيا مستجدا، وأن لا تكون معدتنا ممتلئة بالطعام. لكي ننفذ هذا التمرين علينا أن نقف باعتدال ونظرنا مثبت في نقطة موازية لارتفاع قامتنا، نغلق فمنا ونستنشق الهواء من الأنف ببطء وهدوء حتى نملأ به الصدر، نبقي الهواء مخزونا في الداخل لحظات ثم نخرجه من الفم ببطء. أعيد مرة ثانية، نستنشق الهواء من الأنف ببطء وهدوء، نخزنه لحظات، نخرج الهواء المخزون في الصدر من الفم فقط وببطء. نكرر عملية التنفس هذه 3 مرات على الأقل. لنبدأ. المرة الأولى، شهيق، تخزين، زفير، المرة الثانية، شهيق، تخزين، زفير، المرة الثالثة، شهيق، تخزين، زفير، وهكذا. والآن هل نبدأ بقراءة الحروف الهجائية؟ من الأفضل أن نعمد قبل القراءة إلى إجراء تمارين أخرى مساعدة، وهذه ستكسبنا عادة نافعة نجعلها رفيقة لنا أثناء أدائنا للتمارين الرياضية كل صباح. التمارين التي نحن بصددها هي للأجهزة الأخرى المتعلقة بالنطق لنعمل على تقويتها وتنشيطها، والفم هو ما سنقوم بتمرينه اليوم. التمرين الأول يقتصر على فتح الفم عموديا إلى أقصاه ثم إغلاق. نفعل ذلك 3 مرات على الأقل. المرة الأولى، فتح الفم إلى أقصاه، إغلاق. المرة الثانية، فتح الفم، إغلاق. المرة الثالثة، فتح الفم، إغلاق، وهكذا.
إلى التمرين الثاني للفم، ويجب أن نتذكر أنه علينا فتح الفك الأسفل إلى أكثر مدى باعتبار أن الفك الأعلى لا يتحرك، وخلال فتحه نشد عليه 3 مرات لينفتح أكثر فأكثر، ثم نغلقه، وهكذا. المرة الأولى فتح الفك، شدة أولى، شدة ثانية، شدة ثالثة، إغلاق الفم. المرة الثانية فتح الفك، شدة أولى، شدة ثانية، شدة ثالثة، إغلاق الفم. المرة الثالثة فتح الفك، شدة أولى، شدة ثانية، شدة ثالثة، إغلاق الفم، وهكذا. لنبادر الآن إلى قراءة حروف الهجاء العربية بترتيب الألف باء. ألف، ب باء، ت تاء، ث ثاء، ج جيم، ح حاء، خ خاء، د دال، ذ ذال، ر راء، ز زاي، س سين، ش شين، ص صاد، ض ضاد، طاء، ظ ظاء، ع عين، غ غين، ف فاء، ق قاف، ك كاف، ل لام، م ميم، ن نون، ه هاء، و واو، ي ياء. وحروفنا العربية هذه تسمى بالأبجدية إذا جمعت في 8 لفظات، وقد دعيت كذلك نسبة إلى أول لفظة فيها. أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، بضغ. بعد ذلك نأتي إلى نطق حروفنا متحركة وممدودة بحروف العلة 3، الألف والواو والياء. نستمع جيدا للحرف المنطوق، ومن ثم نلفظ الحرف مباشرة على صداه. فلنبدأ. الحرف الأول ألف، أو بالأحرى الهمزة، بالحركة أو بالخطف. أ أو إي، أ أو إي، بالمد آ أو إي، آ أو إي. الثاني باء، ب بو بي، ب بو بي، ب
الثالث تاء ت ت ت ت ت ت تا تو تي تا تو تي الرابع ثاء س س سي س س سي ثاء سو سي ثاء سو سي الخامس جيم ج جو جي ج جو جي جا جو جي جا جو جي السادس حاء ح حو حي ح حو حي حا حو حي حا حو حي السابع خاء خ خو خي خ خو خي خا خو خي خا خو خي نأتي إلى الحرف الثامن دال د دو دي د دو دي دا دو دي دا دو دي التاسع ذال ذا ذو ذي ذا ذو ذي ذا ذو ذي ذا ذو ذي العاشر راء ر ر ر ر ر ر را رو ري را رو ري الحادي عشر زاي ز زو زي ز زو زي زا زو زي زا زو زي الثاني عشر سين س سو سي س سو سي سا سو سي سا سو سي الثالث عشر شين ش شو شي ش شو شي شا شو شي شا شو شي الرابع عشر صاد ص سو صي ص سو صي صا صو صي صا صو صي الحرف الخامس عشر ضاد ض ض ض ض ض ض ض ض ضي ضا ضو ضي السادس عشر طاء طا تو تي طا تو تي
طا طو طي. طا طو طي. السابع عشر ظا ظ ظ ظ. ظ ظ ظ. ظا ظو ظي. ظا ظو ظي. الثامن عشر عين ع عو عي. ع عو عي. ع عو عي. ع عو عي. التاسع عشر غين غ غ غي. غ غ غي. غ غ غي. غ غ غي. العشرون فاء ف ف في. فا فو في. فا فو في. الحادي والعشرون قاف ق ق قي. ق ق قي. قا ق قي. قا قي. الحرف الثاني والعشرون كاف ك ك كي. ك ك كي. ك ك كي. ك ك كي. الثالث والعشرون لام لا ل لي. لا ل لي. لا ل لي. لا ل لي. الرابع والعشرون ميم م م مي. ما م مي. ما مو مي. ما مو مي. الخامس والعشرون نون ن ن ني. ن ن ني. ن ن ني. نا نو ني. السادس والعشرون هاء ها هو هي. ها هو هي. ها هو هي. ها هو هي. السابع والعشرون واو و 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 و. الثامن والعشرون والأخير ياء ي يو ي. ي يو ي. يا يو ي. يا يو ي. وإذا كان في الإعادة إفادة فلنعد إلى حروفنا الكريمة ولنراجعها مرة أخرى
كما هي مسجلة على هذا الشريط. أما وقد أشرنا إلى مقاصد هذا النهج وأسلوبه العملي، فنرجو الالتزام بما تنطوي عليه فصوله من مختلف التمارين التي تساعد على بلوغ هدفنا نحو نطق سليم. شكرا، وإلى اللقاء في الفصل الثاني. صبحي أبو لغد، أجنحة الغد.